أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد المدير التربوي، السادة الأساتذة الكرام، السادة الأستاذات، السادة الإداريين والإداريات من مجموعة مدارس الشيخ سيد إبراهيم البصير، أولا وقبل كل شيء كنشد بحرارة على النتائج اللي حصلت عليها المؤسسة في شهادة البكالوريا الموسم الدراسي 2023-2024، بحيث الحمد لله أن المؤسسة حققت واحد النجاح اللي هو كان مميز هذه السنة بالميزات اللي حصلوا عليها الطلبة والطالبات ديال المؤسسة. وهاد الميزة وهاد الجد وهاد الاجتهاد لم يأتي من فراغ، وإنما جاء على تضافر جهود الجميع، فهذا يزيد يحفزنا ويعطينا واحد القوة أخرى أننا نزيد دائما إلى الأمام. بدوري كمشرف على هذه المؤسسة أقف وقفة إجلال وإكبار لكل من ساهم في هذا النجاح، وإن كان الحمد لله بعض الطلبة اللي كانوا متعطرين واللي خدوا منا جهد كبير وخدوا منا وقت طويل وخدوا منا ساعات ديال الدعم كثيرة جدا، فهذا الحمد لله كما تيقولوا مضاعش لم يذهب سدى، وإنما الحمد لله تحقق شيء اللي ما كناش متوقعينه بعد التقييمات ديالنا في آخر السنة، بأن كانت عندنا تقييمات وكنا متخوفين أكثر، ولكن الحمد لله بالدعم ديالكم والجهود ديالكم والإخلاص والتفاني في العمل ديالكم، فالحمد لله كانت الميزات كانت مميزة، وهذا بشهادة الحمد لله ديال الجميع، ناس كتعرفوهم وناس ما كتعرفوهمش بادلونا التبريكات وثناو على المجهودات ديال الأساتذة والأستاذات والإداريين، والحمد لله كما تنقولوا دائما في الاجتماعات ديالنا بأن كاين عندنا طاقة الحمد لله مادية وكاين عندنا طاقة معنوية، فهذه الطاقة الحمد لله كرست المفعول ديالها ووصلت لهذا النتائج اللي هي آخر شهادة اللي كان منحو من هذه المؤسسة اللي هي البكالوريا، فالحمد لله أنها كانت جد مشرفة جدا. إذا نبارك للجميع، نبارك لأنفسنا، ونتمنى وإن شاء الله السنة المقبلة بإذن الله تعالى الله يحيينا حياة طيبة، وتكون إن شاء الله بإذن الله تعالى أحسن وأحسن بإذن الله، وهذا كيبين لنا بأن الحمد لله عندنا طاقم، عندنا فريق متكامل، فريق متفاني، فريق مخلص، فريق الحمد لله نعتمد عليه في هذه المؤسسة من جميع النواحي. وكنشكركم كذلك على الانضباط والسهر ديال الجميع، بالحمد لله بأن مع الناس تسجيلات ديال الغياب، التقييم ديالنا السنوي للأساتذة والأستاذات والإداريين الحمد لله ترقينا أحسن من 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 النسب اللي كانت عندنا في السنة الماضية. الحمد لله هذه السنة ما كاين شيء، وهذا هو اللي كيعطي النتائج. إذا حنا كنشكروا السيد المدير التربوي والفريق ديالو، كتبقى لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى إداري، إن شاء الله بإذن الله تعالى عندنا واحد مجموعة ديال اللابنات، واحد مجموعة ديال هذا غادي تحقق لنا إن شاء الله في السنة المقبلة. حنا بنينا على الخطة ديالتنا إن شاء الله باش السنة المقبلة تكون أحسن من ناحية الإدارية، من ناحية الانضباط، من ناحية المراقبة، بحيث أننا إن شاء الله غادي نزيدوا في العدد ديال الإداريين، وغادي نزيدوا إن شاء الله في العدد ديال الأساتذة، وغادي نزيدوا إن شاء الله في العدد
ديال 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 المدررين لماده القران الكريم، لان الظهير الشريف المختوم مؤخرا او المذكره الاخيره ديال السيد الوزير كاتبين الحمد لله بان ماده القران الكريم اصبحت مقرره ومنهجه بعدد ديال السنوات، لها استعمال زمن ديالها خاص، لها كل المناهج ديالها، برامج ديالها باذن تعالى. وهذا كيحفزنا كثيرا ان شاء الله بان المؤسسات ديال التعليم العاطفي في المغرب ديالنا الحبيب ان شاء الله غادي تحط على السكه ديالتها الحقيقيه في ماده القران الكريم اللي كانت تعتريها واحد مجموعه ديال الصعوبات، واحد مجموعه ديال هذا. واليوم ان شاء الله بهذيك المذكره الاخيره اللي صدرت عن وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في بخصوص ماده القران الكريم ونقص بعض المواد من الابتدائي، فان شاء الله تعالى غادي نكونوا احسن. اشكر الجميع، والان